لهنا العشر انتهت وبرونه الذمة ما يتبدى غلط والما يشيل الصاحب بهالوقت اشبيك ما يهمه ما تلقى صاحب بعد يفهمك وتفهمه ونلقى صاحب زين يا ناس صحبة اليوم الشي بالراس يا صاحبي مريض عارفي ومن العتب واللوم دايب أحسن أضف من غير صاحي ونلقى صاحب زين يا ناس شتريد من واحد وفالك واحد وفالك ما عافك وفادك بدالك ورافك بدالك يا صاحبي ما ريد عاتب من العتب واللوم تايب ونلقى صاحب زين يا ناس او صحبة اليوم الشيب لها